حكم التمثيل هو مش شهادة التمثيل. التمثيل هذا شيء دخيل على ديننا. لن هل سمعتم أيها الإخوة والأخوات، هل سمعتم ونبئوني بربكم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمثلون؟ هل سمعتم أن عائشة رضي الله عنها خرجت في دور تمثل مع عمر بن الخطاب؟ هل سمعتم شيئا من هذا؟ هل سمعتم أي زوجة من أزواج الرسول خرجت تمثل مع صحابي آخر؟ هل سمعتم أن صحابي مع صحابي أقاموا تمثيلية ومسرحية؟ شيء كله دخيل على ديننا برمته. وإذا قدر وجوزه بعض العلماء لابد أن يجوز بالضوابط الشرعية. ما الهدف منه؟ ما الغرض منه؟ هل ما الملابسات المحيطة به؟ هل فيه اختلاط؟ هل فيه تعري؟ هل فيه مفاسد؟ هل فيه نشر عادات وتقاليد رديئة أم ماذا؟